ألقت الشرطة هناك القبض على رئيس نادي برشلونة السابق جوزيه ماريا بارتوميو في إطار تحقيقاتها في قضية مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الشرطة قد داهمت مقر النادي صباح اليوم وقامت بتفتيش المكاتب القانونية والمالية بحثا عن وثائق ومستندات لها علاقة بالقضية، كما ألقت أيضا القبض على المدير العام للنادي أوسكار غراو ومحامي النادي غوميز بونتي. وتوجه الشرطة أصابع الاتهام نحو الإدارة السابقة من خلال تعاقدها مع شركة خاصة لشن هجمات إلكترونية على شخصيات لها علاقة بالنادي. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من برشلونة مراسل قناة بين سبورتس أشرف بن عياد. أشرف، أهلا بك معنا. تطورات كبيرة تحصل اليوم فيما يخص هذه القضية، لو تضعنا في صورة الأحداث بالتفاصيل أكثر. مرحبا بك إسلام. أزمة كبيرة يدخل فيها برشلونة خصوصا على مستوى صورته في العالم اليوم. الشرطة الكتالونية تواجدت في ملعب الكامب نو من أجل حملة تفتيش البحث عن وثائق خاصة بموضوع قضية مواقع التواصل الاجتماعي. نذكر المشاهدين بأن برشلونة كان قد تعاقد مع شركة معينة قامت بشن هجمات إلكترونية على شخصيات لها علاقة بالنادي. أيضا هناك إمكانية وجود وحدوث فساد في هذا الموضوع، لأن ثمن التعاقد مع هذه الشركة كان أكبر بكثير من الثمن المعتمد في السوق. تم إلقاء القبض على جوزيف ماريا بارتوميو، على مستشاره جوما ماسفاري، أيضا على المدير العام لنادي أوسكار غراو، غوميز بونتي وهو المكلف بالأمور القانونية بنادي برشلونة. جملة من التحركات التي قامت بها الشرطة الكتالونية في إطار هذا الموضوع. وتحدث قبل قليل جوان لابورتا الذي وصف هذا الخبر بالخبر الصادم والخبر الذي ليس بالجيد بالنسبة لنادي برشلونة، خصوصا أن الأمر يتعلق برئيس سابق للنادي الكتالوني. برشلونة من أزمة لأزمة، يأتي هذا بعد يومين فقط من الفوز على إشبيلية، قبل يومين فقط من مواجهة مهمة للغاية بالنسبة للفريق الكتالوني في كأس ملك إسبانيا. الآن سيتم التحقيق مع الرئيس السابق، مع كل الذين تم القبض عليهم، والموضوع سيطول مثلما طال خلال الأشهر الماضية، لأن هذه القضية إسلام كانت موجودة لدى القضاء وتم تمديدها كثيرا في إطار عملية التحقيق. نعم، طيب أشرف، هذه تترتب على كل هذه عمليات الاعتقالات التي تمت، وما أثر ذلك على انتخابات النادي؟ برشلونة يعيش أسبوعا حاسما بكل معنى الكلمة. انتخابات 7 مارس، هناك ترقب كبير بخصوص عمليات التصويت، لكن هذه الصورة أصبحت تضر كثيرا بنادي برشلونة. صورة الشرطة وهي تتواجد في ملعب الكامب نو ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، ولهذا المنخرط أمام لحظة حاسمة للغاية اختيار الرئيس المقبل في ظل ظروف عصيبة يعيشها برشلونة على أصعدة مختلفة، على المستوى الرياضي، على المستوى الاقتصادي، والآن على مستوى صورته في العالم بأسره. عملية التحقيق ستستمر مع من تم القبض عليهم، لكن برشلونة اليوم في كل الصحف العالمية من جانب سلبي. الشرطة الكتالونية تواجدت، طلبت وثائق، وسيستمر هذا الموضوع بينما يتجهز المرشحون 3 لمرحلة مهمة يوم الأحد المقبل، عملية التصويت في ملعب الكامب نو أيضا في نقاط أخرى. لكن البرسا يعاني، وأصبحت صورته ترتبط بالمشاكل كثيرا، ليس فقط هذا الموسم أو الموسم الماضي، وإنما لسنوات كثيرة. شاهدنا ما حدث مع رئيس آخر، ولهذا منخرط برشلونة يبدو محبطا من هذا الجانب في انتظار ما سيحدث كرويا يوم الأربعاء المقبل أمام إشبيلية، لأنها مباراة حاسمة بكل معنى الكلمة. كما قال جيرارد بيكي يوم السبت الماضي، موسم برشلونة قد يتغير كليا بحسب نتيجة مباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، لأنه اللقب الأقرب أو الأسهل بالنسبة لفريق كومان، مع العلم أن المهمة صعبة للغاية في دوري أبطال أوروبا، والدوري لقى فصلا آخر أمس من خلال انتصار أتلتيكو مدريد على أرض فياريال. نعم، كل الشكر لك أشرف بن عياد على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من برشلونة.